بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المتابعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي DMM سبورت. في هذه الحلقة نستعرض أهم القضايا الرياضية في الساحة السعودية. والآن إلى العناوين. الملحم، معطيات المنتخب السعودي ضعيفة جدا. العواد، أمانة الاتحاد السعودي تعمل ضد النصر. المليحان، لا زال الحكم مبكر على أندية الشرقية في جميل. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. بطبيعة الحال لدينا مثل أندية المنطقة الشرقية لهذا الموسم 4 أندية في دوري جميل للمحترفين. لدينا الاتفاق والقادسية والخليج والضيف القادم الكبير نادي الباطن، ولا ننسى النادي الكبير نادي الفتح. حقيقة هذه الفرق قدمت نفسها بشكل جيد حتى الآن، ولو أن النتائج لم تكن مرضية في بعض الأندية، لكن ربما المستويات كانت مرضية إلى حد ما في جولتين انقضيا في دوري جميل. للحديث أكثر حول أندية المنطقة الشرقية يسعدنا أن نستضيف الإعلامي المعروف علي المليحان. أستاذ علي، مساء الخير. ألو أبو حمد، في عندك مشكلة في الاتصال، تسمعنا؟ ايه اسمعك واضح يا ابو عبد الله. مساء الخير، يعطيك العافية، طال عمرك. الله يعافيك ان شاء الله. سعداء جدا بتواجدك معنا. الله يحييك وشاكر لك ومقدر استضافتك والشكر موصل لضيوفك الكرام. اهلا وسهلا طال عمرك. ابو حمد، عندنا اندية المنطقة الشرقية هذا الموسم، يعني عندنا 5 اندية ما شاء الله تبارك الله. أولا أنا أبغاك تعطيني بشكل مختصر للوقت، كيف رأيت بشكل عام المجمل العام أندية الشرقية ومستوياتها في دوري جميل؟ نتحدث عن الفتح، عن الاتفاق، القادسية والخليج والباطن. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ما في شك الموسم هذا موسم شرقاوي استثنائي بوجود 5 أندية موزعة على أكثر من مدينة. ما شاء الله، الاتفاق في الدمام، القادسية في الخبر، الخليج في سيهات، الباطن في حفر الباطن، الفتح في المبرز بالأحساء. أندية ما في شك أبدت استعداد قوي لهذا الموسم، وإن كان الاستعداد متأخر لنادي الباطن اللي كان يعني يعرف وضعه يعني في الموسم الجديد، هل راح يبقى في دوري الدرجة الأولى أو يتم تصعيده إلى دوري جميل؟ وهذا ما حدث يعني بعد أن اتضحت يعني صورة كاملة حول قرار الاتحاد السعودي بتهبيط نادي المجزل وتصعيد نادي الباطن. بشكل عام استعدادات الفرق للموسم الحالي ربما يمكن نجد ناديين هم اللي يعني استقروا على الجهاز الفني اللي هو نادي الاتفاق بوجود الكابتن جميل تونسي جميل قاسم، وفي المقابل نادي القادسية اللي يبقى على مدربها الوطني حمد الدوسري، بينما 3 الأندية الخليج والفتح والباطن أبدت تغيير يعني في الجهاز الفني. هذا يمكن ما أحدث نوعا ما ربكة، يعني ممكن ما حققوا نتائج إيجابية بشكل كويس يعني. نعم، وإن كان الباطن هو يعني الوافد الجديد هو نتائجه ربما كانت أفضل ممتازة يعني. الفتح والخليج اللي كان لهم باع يعني في السنوات الماضية في دوري جميل، يعني خسارة من الهلال على أرض الهلال وجماهيره بهدفين نظيفين، وفوز على الشباب في أول فوز له في دوري محترفين، يعني الشباب غني عن التعريف، فكان الفوز معنوي جدا للحفراويين، ويعني أعطى انطباع إنه الوافد الجديد راح يترك بصمة. لو تلاحظ يعني أستاذ علي، النادي الخليج يعني ارتأى إنه يستبدل المدرب الحالي البلجيكي،
في مدربه السابق جلال قادري. جلال قادري نعم، وهناك يعني أنباء تتواتر في نادي الفتح عن احتمالية يعني إقالة المدرب الحالي واستبداله بآخر. فالصورة إلى الآن يعني مرت جولتين لحد الآن يعني لم تتضح الملامح بشكل كبير، يعني خصوصا الاتحاد خسر أول مباراة أمام الأهلي وفاز على النصر، بينما القادسية حقق تعادلين من أمام الشباب والفيصلي. فإلى الآن يعني الصورة ما اتضحت، يعني لو نترك حاليا في فترة توقف، لو نترك الأمر يعني إلى ما بعد فترة توقف وتستكمل الجولة الثالثة حنعرف إيش اللي الفريق عنده يعني ما يقدمه في الجولة ممتاز. أبو حمد يعني باختصار يعني الآن ما شاء الله أنت أعطيتنا شرح مفصل عن الأندية الخمسة والله يعطيك العافية، لكن باختصار كرؤية يعني طبعا من الظلم نحن نصدر من الآن آراء، لكن كرؤية عامة من تتوقع أن يكون لديه النفس الأكثر للاستمرار والابتعاد عن شبح الهبوط من هذه الأندية الخمس؟ والله كل الأندية الخمسة اللي ذكرتها يعني تحاول جاهدة أن تقدم الصورة أو الوجه الحقيقي للفريق. مسألة الهبوط أعتقد سبعلي سابق الأوانة يعني، وهذه طبعا تحكمها ظروف كثيرة يعني من ضمن الجهاز استقرار الجهاز الفني الإداري، اللاعبين الأجانب، الأمور المادية، أشياء كثيرة أبو عبد الله. فالحكم سابق الأوانة يعني ما تتخيل شكل الفريق إلا بعد انتهى اعتقد الدور الاول من المسابقه في الدوري. نعم. فلذلك يعني انا افضل ان نرجع الحديث عن مساله الهبوط الى ما بعد انتهاء الدور الاول ونعرف ايش اللي يخبيك الفريق. باذن الله، واحنا ان شاء الله بناخذك معنا ان شاء الله في مداخلات قادمه. الاستاذ علي المليحان الاعلامي المعروف، يعطيك الف عافيه طال عمرك. الله يعافيك وشكرا لك ولضيوفك. تشرفنا طال عمرك. اذا اعزائنا المتابعين نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود اليكم. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. هناك الكثير من الإشكاليات والمشاكل وأحداث كثيرة حقيقة تخرج من داخل أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم. يعني كل ما مرينا في مشكلة تطلع مشكلة جديدة، والله يعين أحمد عيد، لكن ربما لم يتبقى على أبو رضا إلا بعض الأشهر ويغادر هذا الاتحاد. نتمنى سواء أحمد عيد أو غيره من يأتي في هذا الاتحاد أن يعالج الأخطاء وأن يبادر إلى معالجة كل سلبيات الماضي لنجد اتحاد قوي ويساهم في تطوير وتطور كرة القدم السعودية. كان آخر ما تم من في الاتحاد السعودي ربما موضوع التسريبات، تسريب خطابات سرية جدا تخرج إلى الإعلام وإلى الشارع الرياضي، مما يتلقفها الكثير من المشاكل وتتلقفها طبعا يتلقف الإعلام بشكل كبير جدا. التعاطي مع مثل هذه التسريبات يكون سلبي سواء على الأندية أو حتى على اللاعبين أو ما كل من ينتمي للحركة الرياضية. كان آخر ما تم ربما بعض التسريبات على نادي النصر، وظهر الأستاذ أحمد عيد رئيس نادي أو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقدم اعتذار لنادي النصر عن هذه التسريبات، وهو اعتراف ضمني من رئيس الاتحاد السعودي أن هناك مشكلة داخل الاتحاد. للحديث أكثر حول هذه التسريبات والمشاكل مثل من هذا النوع، يسعدنا أن نستضيف الإعلامي المعروف متعب العواد. أستاذ متعب مساء الخير. هلا مساء الخير، ومساء الخير على مشاهدين قناة الدمام، سعيد تواجدي معك. يا أهلا وسهلا أبو أستاذ متعب.
التسريبات وما أدراك ما التسريبات. أولا خلني أدخل معك في الإشكاليات اللي دائما تحدث من داخل أروقة الاتحاد السعودي. ليش دائما بشكل مستمر كل ما يمكن كان آخر حاجة يمكن تغريدة الدكتور عبد اللطيف بخاري التي يعني انفجرت في وقت حقيقة حرج جدا يعني في انطلاق الموسم، وأيضا الآن تسريبات، أيضا كان هناك تصريحات للدكتور عبد الرزاق أبو داود، يعني ملفات شائكة دائما تخرج. لماذا مثل هذه النوعية؟ من المتسبب؟ هل هو أحمد عيد أم هناك من يسعى للإطاحة بأحمد عيد؟ المتسبب فيها عدالة التنافس. أبو رضا الدكتور أحمد عيد أنا أعتقد أنه رجل خبير ورجل يستحق أنه يكون رئيس الاتحاد السعودي، ولكن لم يوفق في اختيار مجلس إدارة نموذجي، لم يوفق في اختيار أمانة كرة قدم تخدم جميع الأندية. عدالة التنافس هي من أظهرت هذه الضغوط، هي من أظهرت الحرب العشواء التي بدأت سواء بالبداية من الجمعية. أعداء التنافس، قلت أعداء التنافس؟ هي أداة التنافس، أداة العدالة التنافس ما أحسن. طيب إيش ده أحمد عيد جاء من ضمن مجلس منتخب، يعني بقية الأعضاء منتخبين، يعني أحمد عيد لم يكن هو المختار مجلس الإدارة. أحمد عيد يجب أن أحمد أي مرشح، يعني هذه إخفاق لأحمد عيد في بداية الملف المرشح، لكن هي كانت تجربة أولى. نعم. تتكلم عن تجربة أولى فدربة دول أخرى قبل 200 سنة. أنت عديت تجربة 2012-2013. نعم. يعني هذه يعني يجب أن نعرف أنه ثقافة الانتخاب، ثقافة الاختيار جديدة على 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 مجتمع نامي مثل المجتمع والمجتمع الرياضي، فما بالك في مجالات أخرى. لكن أحمد عيد لم يوفق باختيار مجلس إدارة. خليني أوقف عندك عند الاختيارات. أحمد عيد يعني ما يقدر يختار لأنه مش مجلس توافقي، هو مجلس. لا الأمانة كرة القدم قرار من رئيس الاتحاد. نعم. قرار من رئيس الاتحاد. يعني هو أحمد عيد سبب فوز أحمد عيد. يعني أنت تعرف كان المرشح مع أحمد عيد كان خالد معمر. نعم. ولكن كانت المجموعة اللي مع بن معمر ضمت إلى أحمد عيد، هذا اللي حصل. طيب أحمد عيد كان ملفه الدكتور عبد الرزاق أبو داود والدكتور عبد اللطيف بخاري، هذول مهم من البداية كانوا مع الدكتور أحمد، لكن البقية كانوا من ملف المرشح الآخر الذي يعني خسر باللحظات الأخيرة أحمد عيد بعد تحركات الأندية. لكن اكتشفت الأندية، يعني عندك نصر وهلال واتحاد وأهلي، هي المحرك الرئيسي لفوز اي رئيس اتحاد. اما انه عبد اللطيف بخاري، تغريده عبد اللطيف بخاري الجميع يراها انها لا تحمل حقيقه، والجميع يراها انه الاقلاب الذي صدر على 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 الدكتور كان مجحف، وناس يرون انه كان صحيح. اول نقطه، يعني الهلال نادي كبير ونادي كره قدم ونادي بطولات ونادي نجوم، وقدم تاريخ كامل مشرف في الرياضة السعودية، ولكن ما حصل الفترة في جدولة الدوري هذا الموسم، يعني أنا أعتقد أنه الهلال يجب أن يبتعد عن جميع الشبهات التي تحصل. جدولة الدوري كانت يعني مخجلة جدا. يعني طيب إيش يا أبو أستاذ، هبوط أي فريق أو صدور عقوبة أي فريق يؤاد جدولة الدوري من جديد، متعب أنه يضع مجزل نفس المجزل هبوطه عم بديره الباطن كان يلعب مع الأهلي. طيب إيش دخل الهلال؟ يعني أنا أبغى الأندية إيش دخلها؟ هذه مشكلة الاتحاد السعودي. ما لها دخل مشكلة الاتحاد السعودي. ما الأخ الدكتور عبد اللطيف بخاري سبب الضجة لأنه هو رجل يتكلم من كرسي اتحاد منتخب، كرسي مسؤول، كرسي يحضر اجتماعات، كرسي غير معزول عن محيطه. الهلال لا، بالعكس الهلال. ولكن تغريدة الأخ عبد اللطيف سواء أن التغريدة لم تثبت أو أن التغريدة لم تكن، ولكن وضع الهلال في مكان محرج وستنعكس على الهلال في الجولات القادمة. طيب خلينا في موضوع التسريبات أخوي متعب. أنا أعتقد أنه التسريب مخجلة جدا ما يحدث. أنا أعتقد أنه الدكتور أحمد عيد اعتذر، وهذه شجاعة من أبو رضا، وشجاعة يعني يصفق لها الجميع ويحترم. ولكن ما حصل يعني تجاوز الأمر، استجاب نادي النصر بهذه الخطابات
بهذه التسريبات، يعني اذا 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 المؤسسه الرياضيه لم تستطيع الحفاظ على سريتها كيف تستطيع ان تعمل؟ طيب ايش 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 هدف المسرب اللي مسرب لهذه الاخبار وهو من داخل الاتحاد السعودي، ايش هدفه مثل من تسريب مثل هذه الامور؟ الزعزعه، هدفه نفس هدف التاثير على على الانديه، التسريب للتعصب رياضي، ناس ضد النصر مع الاسف الشديد. انا اعتقد التسريب يعني واضح يظهر من يعني واضح جدا انه التسريب يظهر من الامانه العامه للاتحاد بامانه العامه للاتحاد كره القدم الاخ احمد خميس نجله ونقدره، ولكن ما يحصل منه الان بمكتبه بسكرتاريته وايضا الامنين الموجودين انا اعتقد انه مخجل جدا. انا اقرا احد الصحف قبل يومين يتكلم عن انه شكوى شفويه، يعني متى تدرج الشك؟ يعني انا استغرب انه شكوى يعني شكوى شفويه، يعني هناك شكوى تحريريه، هناك شكوى، يعني انا اعتقد لا، والمستهدف فيها نادي النصر، وهذا بحد ذاته يعني حقيقه يعني يوضح انه هناك عمل مكتبي مؤدلج بشكل ضد أيوه. ترى انه ضد نادي النصر بالتحديد، راه ضد نادي النصر. يعني اذا 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 المؤسسه اذا المؤسسه الرياضيه مخترقه بهذه السوء، التنظيم الاداري غير موجود، الحوكمه الاداريه، الحوكمه المحاسبيه، الحوكمه اذا كانت غير موجوده، فان المؤسسه العسكريه المؤسسه الرياضيه لا ترتقي تكون تدير، او لا ترتقي الامانه تدير اتحاد محلي بحجم قاره مثل المملكه العربيه. طيب سؤالي الاخير لك استاذ متعب، على اساس ضيق الوقت لدينا، مثل هذه الامور، مثل هذه الاختراقات الداخليه والتسريبات، كيف يجب ان يتعامل معها الاتحاد السعودي؟ وهل المتسبب ان ترى عقوبه المتسبب كيف تكون؟ بالتشهير؟ اقول المتسبب، اذا اكتشف المتسبب كيف يجب ان يتعاملون معه؟ ينهى ويسرح، وانا اتمنى انه يكون هناك دوره، يعني اذا كان احمد الدكتور احمد انه يعني يحرص على انه يعطيهم سواء الموظفين الموجودين او المتعاونين الموجودين او الموظفين اللي عنده، يعني يعطيهم دوره في الامانه وبالسريه، يعطيهم دوره في الانتماء للوطن، انتماء للاتحاد، المؤسسه الرياضيه، يعطيهم انتماء. يعني مع الاسف الشديد ما يحصل في الاتحاد السعودي شكل مخجل. ايضا التسريب اللي حصل عبد اللطيف بخاري باستدعائه ايضا مخجله. مع الاسف الشديد المنظومه الرياضيه عندنا لا تتواكب مع الطموحات الاخرى الموجوده في المجالات الاخرى، وهذه مشكله كبيره جدا. اتمنى 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 يكون هناك رقابه لصيقه جدا مما يحدث. يعني نحتاج في الاتحاد، احمد ريد يجب ان يقيم جميع الشخوص الموجودين، جميع القدرات، جميع الامكانيات، وان يعيد الاستراتيجيه من جديد، لانه هناك مع الاسف احمد ريد ماشي بعد اقل من شهرين، الرجل مودع، ولكن انا اعتقد انه الشخص القادم لا نعلم من هو، ولكن انا اعتقد انه اطلع على جميع الفصول، فصول ما يحدث داخل. انا اتمنى انه دائما امانه العامه للاتحاد السعودي لكره القدم، نجح الاستاذ فيصل عبد الهادي لانه كان بعيد عن النصر وهلال واتحاد واهلي، نجح اكثر من شخصيه نجحت كانت بعيده. اتمنى انه الامين العام القادم لاتحاد كره القدم ان يكون بعيد عن الانديه هذه، الانديه الاربعه، او بعيد، يعني نحتاج الى خبرات من أندية أخرى، من نادي الاتفاق، من نادي الطائي، من نادي التعاون، من نادي، بعيدين عن ما يحدث. يعني أحمد خميس مجرد ظهوره يتهم أنه انتسب للهلال، كان أمين عام نادي الهلال. ظهور أحمد زيد يوم من الأيام كان يدعو أنه كان في نادي الأهلي وكان حارس نادي الأهلي. أنا يجب أن يكون يعني المشكلة لا إحنا قادرين أن نصنع أو نقدم حسن النوايا في 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 مجتمع رياضي يغلي يوميا، يغلي يعني مع الاسف كان الاتحاد السعودي يحمل الاعلام الرياضي، يحمل البرامج التلفزيونيه، استاذ متعب، لكن اكتشفنا انه جميع من يؤجل. طيب
جميع ما يحدث كله الآن ظهرت من الاتحاد السعودي لكرة القدم. طيب رسالتك وصلتك، وجهة نظرك وصلت، أيضا المجال مفتوح، أيضا نحق الرد مفتوح للأمانة في الاتحاد السعودي كرة القدم أو أي جهة تم ذكرها، من أراد الرد على رأي الأستاذ متعب العواد فنحن جاهزين. الأستاذ متعب العواد الإعلامي المعروف، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبي وسعيد برنامج جميل، وشكرا لمشاهدة قناتنا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن أعزائنا المتابعين نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. لدينا بإذن الله يوم غد مباراة مهمة جدا للمنتخب السعودي أمام منتخب تايلاند في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهايات كأس العالم. مثل ما يعرف الجميع أن المنتخب السعودي واقع في مجموعة قوية جدا، بالإضافة إلى منتخب تايلاند هناك منتخب العراق وأيضا منتخب الياباني، منتخبات حقيقة قوية جدا. ما يهمنا في هذه الحلقة هو الحديث عن مباراة المنتخب السعودي يوم غد، الاستعدادات، مدى قدرة المنتخب السعودي على تجاوز هذه المباراة. للحديث أكثر حول مباراة المنتخب السعودي يوم غد مع المنتخب التايلندي، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الإعلامي المعروف أحمد الملحم. طبعا أحمد الملحم هو محلل رياضي ولاعب سابق. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء الخير وعبد الله، الله يسعد مساك ويسعد جميع المشاهدين يتابعونا في البرنامج الجميل لدي من قناة دي ام ام. الله يعطيك العافية. أستاذ أحمد، غدا مباراة مهمة جدا للمنتخب السعودي في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهايات كأس العالم، كيف تقرأ هذه المباراة؟ كيف تقرأ المستوى الفني للمنتخب السعودي؟ مدى قدرة المنتخب السعودي على مسح الإخفاقات الماضية وتجاوز هذه المرحلة والعودة مجددا إلى اللعب في نهايات كأس العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة تقريبا الأقوى، منتخبات قوية زي ما تفضلت وتكلمت. لما نتكلم عن المنتخب السعودي، الحقيقة المعطيات اللي أمامنا على المنتخب السعودي معطيات ضعيفة جدا. تتكلم عن جهاز فني، جهاز الفني يعتبر يعني أنا أعتقد أنه جديد، يعتبر ما أخذ يعني جميع الإمكانيات عن الفريق أو ما تعرف على جميع الإمكانيات الفنية للفريق. أنا في اعتقادي لا لا لا، أنت تتكلم عن مارفك يا لا يا أستاذ. طبعا أتكلم عن مارفك لأنه دائما أثناء الدوري يكون خارج الوطن، فما عنده رؤية 100% معتمدا على مساعدينا سواء فيصل الدين أو غيره من المساعدين. المعطيات اللي أمامنا أن تقول طيب وفيصل بدين أليس مدرب يعني ذو كفاءة؟ أنت تتكلم عن معطيات فنية ضعيفة جدا. يعني فيصل بدين مدرب وطني محترم ورجل محترم، ولكن تعرف أنت المدرب الوطني عنده بعض التحيزات للاعبين معينين. يعني إحنا ما نبغى ندخل في الجزية هذه. لا لا لا، أنا وأنا ما بعفيك الآن. أنا أنت تقول لديهم، أنت ترمي اتهامات فيصل بدين تحيزات الأندية معينة. وضحنا، أنت ما شاء الله تبارك الله من المحللين الأقوياء. لا أنا بقولك حقيقة، أنت لما بتشوف خيارات المدرب، لما بتشوف خيارات المدرب التشكيل اللي موجودة في بعض اللاعبين، في بعض اللاعبين حقيقة مستوياتهم متدنية في الدوري. يعني 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 أفهم أنها فيه مجاملة.
طبعا طبعا في مجامله وفي مجامله صريحه على حساب المنتخب وعلى حساب اسم الوطن. كيف؟ على حساب المنتخب واسم الوطن يا احمد. والله على حساب المنتخب، هذه مش مشكله يعني، وهذا طبيعيه يعني. المجاملات مش بس المنتخب الاول، حتى في المنتخبات الثانيه. المنتخبات تحمل اسم الوطن يا احمد. المجاملات موجوده وواضحه، وهذا شيء يعني ما يخفى على الجميع الحقيقه. ولكن انا زي ما قلت لك يعني، انا كمتابع للدوري السعودي يعني، في لاعبين انا استغرب انضمامهم يعني، لاعبين ضرب مستوى باهت نشوفهم متواجدين الان، ممكن نشوفهم في التشكيله. ولكن على العموم يعني احنا ما نبغى نطول في الجزئيه هذه يا ابو عبد الله. طيب تفضل. المنتخب امامه يعني مهمه صعبه جدا يعني. انت حتى لما تتكلم عن ليس الافراد الفرد، حتى كاتحاد سعودي، الاتحاد السعودي عزيز اتحاد يعني ضعيف يعني في لا خلينا في المنتخب، لان الاتحاد السعودي اذا بيفتح ملفاته ما عندك مشكله. انا برجع للمنتخب، المنتخب انا اقول لك عنده مهمه، انا اقول لك انا اعتقد انها مهمه انتحاريه. عندنا ثلاث منتخبات، اليابان، استراليا، عندنا العراق، عندنا الامارات، مهمه صعبه جدا. احنا حسن الحظ ان احنا حنلعب اول مباراتين تعتبر هي الاسهل، حنلعب مع تايلاند على ارضنا وبين جمهورنا، وهذه فرصه للمنتخب، فرصه لمارفك انه يقدم منتخب بصوره طيبه. لابد نعمل على كسب المباراه هذه باي طريقه، لانها مباراه افتتاحيه وهي المباراه الاسهل. احنا انا اقول لك احنا امكانيات منتخبنا يعني احنا ما شفناها من فتره، ولكن كاخر مباريات المنتخب ظهر باداء ضعيف جدا. والمنتخب التايلندي رغم انه هو الاسهل ولكن ليس بالضعيف، ممكن يتغلب علينا، ممكن الى 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 هذه المرحله يعني. حتى يعني انت شايف ان المنتخب السعودي يعني نظرتك متشائمه استاذ احمد امانه يعني. لا مش متشائمه، انا اتكلمك عن الواقع. اذا كان احنا ما بنتجاوز منتخب تايلاند مشكله كبيره. انا قلت لك احنا من حسن حظنا ان احنا حنلعب مع المنتخب الاسهل، اذا ما فزنا على المنتخب الاسهل هذه مصيبه يعني. طيب بكل صراحه انا من الجوله الاولى بصراحه يعني، مباراتنا بكره كيف تشوفها يعني؟ هل المنتخب السعودي قادر بنسبة كبيرة جدا على تجاوز المنتخب التايلندي، أم هناك تخوف يعني؟ إحنا على المعطيات اللي عندنا. نعم. من الأول أنا أقول لك بالنسبة لي أنا المعطيات عندي ضعيفة ومش متفائل، ولكن قد تكون فترة التوقف اللي خاضها الجهاز الفني مع الفريق في المعسكر ومع المباريات الودية اللي لعبها في قطر، يمكن أداء الفريق يتطور، ممكن أداء اللاعبين تحسن يعني. أنت حتى برضو احنا لا اللاعبين لابد احنا برضو عليهم يعني لوم كبير. اللاعبين في هبوط كبير في مستوياتهم يعني، سواء يعني ما نبغى نذكر اسماء محدده، ولكن في هبوط. اللاعبين لابد يداركون الوضع هذا، لابد يحسون ان امامهم مهمه وطنيه كبيره، فلابد يعني احنا ما نحمل الجهاز الفني او الاتحاد، حتى اللاعبين. ايش المطلوب بالتحديد في مباراة الغد من اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، لتجاوز اول محطة او اول مباراة في التصفيات؟ اول حاجة شوف، طبعا الجهاز الفني امام انه يلعب بالتشكيلة الصحيحة والمناسبة للفريق، لابد ان يضع التشكيلة المناسبة للفريق واختيار اللاعب الافضل بعيدا عن المجاملات، اختيار اللاعب الافضل والاجهز، هذه اول حاجة. الجزئية الثانية طبعا اللعب القتالية وروح والبعد عن الأنا والبعد عن حب الذات من اللاعبين، لابد اللعب بجماعية، لابد اللاعبين يلعبون على خدمة المنتخب وليس خدمة أنفسهم. يسجل السهلاوي، يسجل سالم، يسجل محمد، هذا كله بيسجل باسم المنتخب. لابد اللعب بقتالية، لابد اللعب بروح. زي ما قلت لك هذه المباراة الأولى تهمنا، احنا نلعب مع الفريق الأسهل، بعد احنا نلعب مع منتخب العراق الافضل، فهي تجب يعني من حسن حظنا احنا جايين نلعب بالتدرج. فالمسؤوليه كبيره، لابد مدرب المنتخب يلعب بضغط على فريق التايلندي من البدايه، لا يلعب بتحفظ، لانك تلعب مع فريق لابد انت شفته في مباريات وديه، تفرجت على الاشرطه السابقه، فانت عندك خلفيه كامله، فلابد الضغط على الفريق التايلندي من البدايه، بكون انه يعتبر الفريق الاسهل بالنسبه لنا. ولكن ممكن الفريق التايلندي يطلع بصوره ثانيه، لان زي ما قلت لك هو ليس بالسهل يعني، لكن احنا لما نشوف الفرق الثانيه هو يعتبر الاسهل. عموما ان شاء الله منتخبنا في المباراه باذن الله. عموما استاذ احمد حقيقه انت بالنسبه لك الاراء كانت حقيقه
متشائم، ولكن نتمنى عكس ذلك. نتمنى إن شاء الله أن المنتخب السعودي أنه يظهر بصورة مغايرة. نحن سندعم هذا المنتخب بكل قوة، سنكون أكثر تفاؤلا، سنكون أكثر إن شاء الله دعم ووقوف خلف الأخضر السعودي بإذن الله، لأن إن شاء الله نتخطى هذه التصفيات. بعد أن تنتهي التصفية سواء سلبية أو إيجابية يكون لنا الحكم على هذا الوضع. الأستاذ أحمد يعطيك ألف عافية. شكرا عبد الله. ولكن بس نقطه اخيره، انا ليس متشائم، ولكن انا اتكلم عن الوضع اللي امامي. ولكن احنا ان شاء الله نتامل ان المنتخب يخيب توقعي ويظهر بمستوى افضل واحسن يقدم مستويات كبيره باذن الله. شكرا بإذن لك يا بعد. يعطيك العافيه، طال عمرك. إذن أعزائنا المشاهدين، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلتقي وإياكم يوم الأحد القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.